حياكم الله مشاهدينا، متواصلين معكم ونبدأ معكم مساحتنا الحوارية الأولى اللي إن شاء الله راح تكون مع المستشار الدكتور أحمد الفلجاوي، وراح نتكلم عن كتابة علماء الكويت. دكتور أمسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معنا. الله يسلمك، جزاك الله خير. أبرك سعادة دكتور أحمد، وبداية دكتور أحمد مبارك طبعا الدكتور عليكم، وكانت خاصة بموضوع علماء الكويت. نعم. والآن هناك فكرة لطباعة كتاب باسم علماء الكويت، نتكلم عن هذه الفكرة، فكرة علماء الكويت إن شاء الله. جزاكم الله خير ومشكورين أول شيء، مساء الخير يا كويت وهذا الطاقم الجميل، وطبعا الشكر على يعني نرجع إلى وزير الإعلام اللي صراحة عمل جهد طيب باستقطاب الكويتيين المتخصصين وجعلهم استشارين في الإذاعة. الشيخ فهد جزاه الله خير بارك هذه الخطوة ومباشر عملنا، وهذه يعني احنا نضع ايدنا بيد المسؤولين بحيث انه يجعلون الكفاءات الكويتية تعمل لديرتهم. نعم. جزاهم الله خير. طبعا كتاب علماء الكويت بدأت الفكرة لأمر مهم. البداية كان يشاع ان ديرة الكويت، بلد الكويت، بيئة جهل، ما فيها لا علماء ولا فيها ناس متخصصين، وإحنا نين ندرسكم ونعلمكم. هذه كانت تشاع، وكنت أسمع من بعضهم يقولون لما جينا الكويت يمكن ما لقينا إلا لحيتين وما في ناس علماء ولا في ناس متخصصين. نعم. الأمر اللي شجعني صراحة، إحنا كلنا نعرف إنه أمهاتنا وأبهاتنا جيل كان مثقف ومربي. طبعا الكويت دائما مميزة يعني دكتور. لما أنا قمت أسأل نفسي شلون يعني، هل أبوي لما رباني التربية الصحيحة ولا أمي اللي ربتني تلك التربية، هل هذا كان يعني انبتوا كذي بدون علم بدون خلفية؟ ما يصير، لازم في هناك تأسيس. فهذا اللي شجعني أني أبحث. نعم. قعدت تقريبا 3 سنوات وأنا أزور عوائل العلماء في بيوتهم. نعم. إذا دكتور حدثنا عن علماء الكويت ومكانتهم في المجتمع. علماء الكويت يبدأ تاريخهم من 1615. الوثيقة اللي وجدتها وقعدت مع أهلهم. جميل. وطلعوا لي الوثائق والمخطوطات لعالم اسمه علي بن سعيد بن بحر. عندهم مسجد من بني من قبل 400 سنة على البحر، وانهدم والآن يسعون إلى إعادة بنائه. تراث 400 سنة، هذه تاريخنا، تاريخ الكويت. هذا الرجل العالم وجدت مخطوطة له في الفقه المالكي. نعم. يعني في سنة 1615 ما كانت حكومة كويتية، لكن في كان تواجد على هذه البقعة المباركة، كان في تواجد وكان في علم وكان في علماء، مدرسة بالكويت، في ناس تدرس، بدام إن في تأليف في كتاب. إذا في ناس أقران يقعدون معاه، في شيخ يدرسون. صح. على إيده، إذا في بيئة علمية، الكتاتيب وقصص هذه استرسلت كلها، كانت نوع من العلم السابق، ولكن ما كان هو نوع من العلم الأحالي والتعليم المباشر والتوجيه وغيره. شوف أنا استرسلت وكتبت في 75 عالم كويتي، ما شاء الله. هذا الكتاب أعتبره مرجعية لنا. حلو. حتى نرجع إلى تاريخنا. أنا وصلت إلى آخرهم شيخ أحمد غنام الرشيد، أديب فقيه، سنة 2009 توفي. هذا آخرهم اللي أنا ترجمتهم تقريبا. الأسماء دكتور، الأسماء اللي قمت بعمل ترجمة عن حياتهم مسيرتهم العلمية. شوفي، في عندنا عوائل يتخصصون بالعلم، عائلة مثلا الفارس. حلو. عائلة الطبطبائي، يعني بعض العوائل تلقين فيهم 5 6، هذيل كلهم علماء. اني الى مثلا بعض العلماء ما وجدت عائلة كويتية إلا وعميد أسرتها عالم. لما تين مثلا عائلة بودي، آل بودي، تلقين عميد أسرتهم عالم. تين إلى العتيجي، عميد أسرتهم عالم. تين بيت الفارس، عميد أسرتهم عالم، يعني اللي أسس العائلة. نعم. شيء مو طبيعي في علماء الكويت. الحمد لله. الأمر الآخر اللي يعني شجع هذا البحث، إنه
الكويت مو فقط لما قدموا العلماء للكويت كان قصدهم مثل ما يشاع أن يبحثون عن اللقمة عن الماء وعن الأكل، لا، جاءوا بعض العلماء وهم أغنياء. نعم دكتور، للأمانة كلامك عم تتم. نعم الحديث طويل في هذا المجال، نحتاج إلى يعني حلقات حتى نتكلم حتى عن كل عالم، ولكن إن شاء الله نعدك إن شاء الله بمزيد من الوقت بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. أنا بس كلمة أخيرة. أنا بس يعني الكتاب هذا شمل وجمع لمجموعة الكويت، ما تخصص لفئة معينة، جمعت فيه السني والشيعي، جمعت فيه الحضري والبدوي. عندي رجل زين الدين باقر، هذا رجل على مذهب الجعفري، لكن رجل كان يعلم القرآن، رجل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك هو خطها بيده، رجل كان يكتب قصائد في الشيخ مبارك والملك عبد العزيز. نعم. يعني أنا ما أدري الوقت يمكن ضاق، لكن الكتاب الصراحة ثري. أنا بس أتكلم عن شخص واحد حتى إحنا نهتم في هذا الكتاب ونهتم في علمائنا ونجعلهم في مناهجنا الدراسية وإعلامنا. أحدهم محمد بن عبد الله الفارس. نعم. في سنة 1892 أم في المسجد النبوي شهر كامل صلاة. نعم. التراويح والقيام، هذا الكويتي الوحيد سنة 1892. نعم. 92 يأم رجل كويتي محمد بن عبد الله الفارس إمام. نعم. يصلي إمام صلاة التراويح في المملكة، هذه ما حد يدري عنها. نعم. ولا سمعنا عنها. نعم دكتور، الكويت فضل. زاخرة بعلمائها. وبالختام طبعا نبارك لك الدكتورة وأيضا الكتاب، كل الشكر لك دكتور المستشار الدكتور أحمد الفلشاوي، يعطيك ألف عافية. وطبعا مشاهدينا ننتقل إلى أخبار الديرة. عيد شنو عندك اليوم؟ اليوم فقرات كثيرة، وأيضا كاميرا سترين بوكس في لقاءات خاصة بمكتب وفعاليات مكتب الشهيد، بالإضافة لأسبوع المرور في جامعة الكويت، والكثير والكثير، ولكن مع فقرة أخبار الديرة. ولكن طبعا بعد هذا الفاصل، إذا فاصل نرجع، خليكم معنا.